السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم حكايات. واليوم نعود إلى التاريخ، نعود إلى حضرموت. كيف كانت ومن كان فيها وبدايتها؟ حضرموت معروفة، مدينة تاريخية قديمة من عهد الرسول أو ما قبل ما قبله. فنبدأ بلمحات بسيطة بعد الإسلام. طبعا كانت هناك الدولة العباسية، فقد حكمت الدولة العباسية حضرموت ضمن عدة مناطق أو عدة أقطار وأقاليم. الدولة أولا الأموية في ظل الخلافة الإسلامية، وثم الدولة العباسية. نتحدث أولا عن الجزء الأول لحكام حضرموت في حضرموت الوادي. فبعد الدولة الأموية والدولة العباسية، صار أولا في أثناء الحكم العباسيين كان هناك حظ كبير للاهتمام بالوادي. فاهتمت الدولة العباسية أكثر بمدينة شباب، وقدمت لها كثير والكثير من الإمدادات والإمكانات وكثير من الأمور التي ساعدت هذه المدينة لتكون مدينة على تاريخها القديم يعني، وفيها حكامها وحكموا فيها العباسيين طبعا. وحتى من كثرة اهتمامهم وموالاتهم لمدينة شبام، بنوا جامع كبير في شبام. من كثرة اهتمامهم إنهم أعادوا بناء الجامع الرئيسي الكبير في مدينة شباب، وزودوه بكل ما هو لازم أو لزم لهذا الجامع ليكون جامع أثري إسلامي للبلد. وطبعاً إذن هناك كان ارتباط كبير بين الخلافة العباسية وبين مدينة شبام في الوقت، لدرجة التعاون والإمدادات لدولة الخلافة في عمران الجامع هذا الكبير وصرف أموال عليه فأعيد بناؤه، وسموا الجامع بدل ما كان اسمه جامع القديم أو جامع البلاد صار جامع هارون الرشيد نسبة للدولة العباسية. كذلك رصدت أموال كبيرة لمدينة شبام بالذات، تمام، وأوقاف في بغداد العاصمة يعني كلها راجعها إلى مدينة شبام وعمرانها. وأيضا بعد استمر الحال على كده، فكانت هناك أموال كبيرة رصدتها الدولة العباسية لصالح مدينة شبام، من ضمنها برضو ذكرنا الأوقاف اللي رجعها لمدينة شبام. واستمر الحال حتى تبددت الدولة العباسية وظهرت قبائل كثيرة في الوادي، وكلين شلوا جهة وكلين يحكموا في شق بهذه القبائل إلى انتهى المطاف في الدولة الكثيرية. والدولة الكثيرية جمعت مساحات واسعة في حضرموت تحت لواء واحد وحكومة واحدة هي الدولة القعيدية اللي حكمت فيها آل كثير طبعا. كدولة أثبتت وجودها في شتى المجالات
العسكرية والسياسية والاجتماعية بلم القبائل هذه كلها وترأسها كدولة كثيرية، يعني هي اللي تدير الحكم، وتوسعت حتى إلى ساحل الحضارة. إذ كان هناك قبائل أكثر وفي كانوا البريق والألي كلهم كانوا موجودين كحكام، فأصبحت الدولة الكثيرية هي مترأسة في الساحل في داخل الوادي. وبعد ذلك بنوا مترأسين القلاع والحصون خاصة في مدينة سيئون، بنوا المعالم والحصون والقلاع الأثرية اللي تحكي عن تاريخ الكثير، ثبتوا بهذه الأشياء في شتى المناطق في الداخل في ساحل الحرب. ولكن أبرز الأماكن هذه اللي قلنا قصر سيئون المعروف حاليا بمعالمه وبكل شيء، وجعلوا هذا القصر بمثابة متحف. المتحف هذا ضم كثير من الأشياء الأثرية القديمة والتاريخ منذ الدولة العباسية أو ما قبل، فصار متحف، وإلى وقتنا الحاضر الناس تزور هذا المتحف. هذا بالنسبة لمن حكم في المتحف. أما الساحل، ساحل حضرموت لا يختلف عن الداخل. الاختلاف هنا انه الكثير كانوا مسيطرين في مدينة الشحر وهي مركز رئيسي للساحل، وآل كساد كانوا موجودين في الداخل في المكلا، فالقعاطي كان في حيدر عباد هند. اما في ساحل حضرموت فقد وصل السلطان أو الجمعدار عوض بن عمر القعيطي من حيدر العباد بعد أن خطط لحضرموت بأنه يحتلها، وجاء طبعا القعيطي ومعه أفكار ليستولي على حضرموت، كانوا آل كثير موجودين، وحصلت معارك كبيرة بينه وبين آل كثير وبينه وبين آل بريك والقبائل الموجودة. المهم حصل واستولى على ساحل حضرموت، والقعيطي والكثيري انتقل إلى حضرموت الوادي، إلا منطقة شبام. منطقة شبام فقد غزا هو القعيطي كل حضرموت، ولكن بعد ذلك تقسمت وأصبحت شبام تحت ظل الحكم القعيطي، وسيئون إيش سيئون؟ يعني الحوطة، الحوطة تابعة للكثيري، وسيئون أو شبام تابعة للقعيطي. ففي الحزم هناك دولة هنا ودولة، ما في فرق إلا شارع، حتى أنهم بنوا بعد استيلاء القعيطي على شبام وتنصيب هو عوض بن عمر، عملوا مراكز الدولة القعيطية والدولة الكثيرية، يعني حدود ماشي، الحدود ما يتجاوز يعني زي الشارع بسيط، وهنا مركز وهنا مركز، حتى أنه كل واحد بغى بهواه. الوقت السابق هذاك لما تحصل عيد بعد عيد، الكثير عنده عيد والقعيطي ماشي عندهم عيد، وهم كلهم في بقعة واحدة وبينهم شارع واحد، تمام؟ فكان هذا من ضمن الأشياء المتزمتين بها الحكام، وكل واحد ظل بيحكم. فاستمر القعيطي الساحل على شبام وتوسع إلى المكلا طبعا، وفروا آل كثير ورجعوا، وتمت المناوشات أيضا بين آل كثير وآل القعيطي، فبنوا آل القعيطي أكوات من خروجهم من
البحر كل في اكوات موجوده. الاكوات هذيلة فيها سكنات عسكريه زي ما تقول حراسات تتنبه لاي عدو بيجي يستعدون ويتنابون حسب ما قلنا بطريقه المواصلات القديمه، ويكون هناك يعني تصادم وتلاحم معاهم وتكون معارك يعني بنوها من يعني من الطين ومن الحصاء الخرشع هذا نقول له نحن ما هو من القوي في الخرشع. وبعدين في 1900 حوالي جددوها بالنوره وبدوا واصبحت مراكز شرطه لحمايه الدولة القاعدية من الدولة الكسورية، حتى أنها قامت مناوشات آل كثير جاءوا يحتلون عبروا من قدام منطقة تفيقة من ذاك الشيء وحاولوا يدخلون لكن صدوا لهم القاعديين. من ضمن تخطيط القاعدي في حضرموت الساحل أنه حصن المدينة وأمر قلنا بوضع سور رئيسي في البلاد حماية للمدينة. فهذا أساس الدول اللي حكمت في حضرموت منذ العهد الأموي العباسي حتى الدولة القعيطية والدولة الكثيرية، حتى جاءت بعد ذلك الثورة وأصبح الحكم الجمهوري في ساحل وداخل حضرموت. وأحبائي هذه لفتة بسيطة عن حكام حضرموت ومقامهم. ختاما لا يسعني هما إلا أن أقول لكم شكرا لمتابعتكم، ولنا لقاء غدا إن شاء الله كالعادة، ونتمنى لكم أسعد الأوقات، ورب العالمين يتقبل صيامنا ويبلغنا رمضان إن شاء الله ويبعد عنا كل الوباء والأذى ويكتب لنا الغفران والعتق من النار في هذا الشهر. ختاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.